انفجارات جماعية متتالية تضرب لبنان، عمليات أشبه بأفلام هوليوود. القصة هنا أجهزة بيجر ووكي توكي التابعة لحزب الله التي تفجرت بيد أصحابها، والمتهم الأول إسرائيل بحسب مصادر تابعة للحزب نفسه. هجمات اللاسلكي كانت على مرحلتين وبفارق يوم واحد وصدمت العالم. الهجمات أثارت تساؤلات حول تفاصيل حدوثها وكيفية اختراق جهازي البيجر والوكي توكي، وفرضية أن الشحنة الموردة لحزب الله كانت مفخخة من الأساس وتم التلاعب بها أثناء مرحلة التصنيع. لكن أين صنعت؟ بعد أن كانت التهم تدور في فلك القارة الأسيوية، اتجهت إلى قارة أوروبا. مصادر نقلت عن 12 مسؤولا تأكيدهم أن شركة BAC التي يقال بأن مقرها في المجر تعد جزءا من عملية إسرائيلية محكمة. في التفاصيل، قامت إسرائيل بإنشاء شركتين وهميتين لإخفاء الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة اللاسلكي، وهم ضباط استخبارات إسرائيليون. واستخدمت إسرائيل في أجهزة اللاسلكي الموردة لحزب الله بطاريات مفخخة بمادة تسمى PETN، وهي واحدة من مواد شديدة الانفجار. وفي تايوان، أعلنت النيابة العامة أنها تستجوب شخصين مرتبطين بشركتين تايوانيتين، وذلك في إطار التحقيق حول مصدر أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان. وبالتزامن، قال وزير الاقتصاد التايواني أن المكونات المستخدمة بأجهزة البيجر لم تصنع في تايوان أصلاً. متابع. الوضع كما نفهمه هو أن جميع المكونات في أجهزة البيجر التي تنتجها شركة جولد أبولو لن تنفجر. خلال العامين الماضيين تقريبا، قامت هذه الشركة بتصدير حوالي 260 ألف جهاز بيجر، ولم تحدث أي انفجارات على الإطلاق. لذا يمكننا أن نحدد أن أجهزة البيجر المنتجة في تايوان لا تنفجر. لم تصدر تايوان هذا الطراز من أجهزة البيجر على الإطلاق أيا كانت العملية، فإن التحقيق القضائي جار بالفعل.